ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعكم بخير. النهاردة هنحكي لأولادنا قصة من قصص القرآن الكريم، هي قصة سيل العرم. سيل العرم تقع دولة اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، تقصر باليمن الجبال المرتفعة، كما يشتهر اليمن بتربية بالتربة الخصبة الصالحة للزراعة. تمام. في فصل الصيف تسقط الأمطار على اليمن، ونتيجة لارتفاع الجبال تكون الأمطار غزيرة جدا في فصل الصيف، لذلك اتسعت المساحات الزراعية في اليمن بسبب التربة الخصبة ووفرة المياه من الأمطار. وقد عرف اليمن قديما باسم اليمن السعيد منذ زمن بعيد. كان يحكم اليمن ملك عظيم حكيم اسمه سبأ، عاصمته مأرب. تمام. لاحظ الملك أن كمية كبيرة من الأمطار تنحدر من أعلى الجبل انحدار شديد، فتكتسح ما أمامها، بتكتسح بقى الأشجار والبيوت والمزروعات، بتبوظ كل حاجة تمام في طريقها. وكذلك لاحظ الملك أن كمية كبيرة من هذه المياه تذهب إلى مياه البحر دون أن يستفيد منها أهل اليمن. كمية المطر بيكون كبيرة جدا، والجبال بتكون مرتفعة، فالمطر بينزل بشكل قوي جدا، فبيشيل اللي قدامه من بيوت وأشجار وحاجات كتير جدا، وبالتالي البلد مش بتستفيد منها. الملك اسمه سبأ وعاصمته اسمها مأرب. تمام. فكر ذلك الملك العظيم ماذا يستطيع أن يفعل عشان يفيد بلاده بكمية المطر وكمية المياه دي. تمام. إزاي يستفيد أهل اليمن بالأمطار الغزيرة اللي بتسقط على الجبال دون أن تضيع هذه المياه على أهل اليمن؟ اجتمع الملك وكبار المهندسين وبدأوا يتناقشوا كلهم، واجتمعوا على بناء سد، اجتمعوا على ان هم يبنوا سد، لكن اين يكون بناء السد؟ هيبنوه فين بقى؟ صحب الملك والمهندسين في مملكته وصعدوا الى اعلى الجبل، طلعوا اعلى الجبال. لاحظ الملك والمهندسون ان في جبلين عاليين وبينهم منحدر كده بتنزل منه المية شديدة جدا وبتكتسح ما امامها. تمام. بين الجبلين منطقة منخفضة جدا، قالوا ان هم هيبنوا بينها الايه، هيبنوا بين الجبلين دول في المنطقة المنخفضة السد. تمام. بحيث ان هو السد ده يوقف المية ما تشيلش الحاجات اللي قدامها وتبوظها. واختار الملك مكان بناء السد بين الجبلين، هذا السد يحجز مياه الامطار خلفه، وتقرر بناء السد من الحجارة الموجودة، الحاجات الموجودة. تمام. او تكسير اجزاء من الجبال لاستخدام احجارها في بناء هذا السد. امر الملك رجال شعبه ان يجمعوا كثير من الاحجار، وكان الملك والمهندسون يشرفوا على رجال الشعب على جمع الاحجار. نشط الناس في جمع الاحجار وبدأوا في بناء السد. تمام. لما بدأوا يبنوا السد أشرف الملك والمهندسون على بناء السد، وكان السد بين الجبلين العاليين تتلاصق الأحجار وتتماسك حتى يكون السد صلبا. تمام. صلب ومتين عشان يحجز المياه خلفه. وكان العمال سعداء يغنون وهم يبنون السد، وكان الملك العظيم أكثر سعادة ويشرف عليهم، وعرف هذا السد باسم سد مأرب. تمام. فكر المهندسون كيف يسمحون لبعض المياه أن تأخذ طريقها لاستغلالها في الزراعة عشان يزرعوا بها الإيه؟ الأرض. طرق المهندسون فتحتين بجوار السد، إحداهما في الناحية اليمنى والأخرى في على الناحية اليسرى، واحدة في اليمين واحدة في الشمال، ويمكن التحكم في مياههم حسب الحاجة، يتحكموا فيهم حسب إيه احتياجهم للإيه؟ للمياه. تمام. وعبر القرآن الكريم عن هذا في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتين عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، سورة سبأ. تمام. نتيجة لبناء السد أمن أهل اليمن على دارهم وعلى الأشجار وعلى الزراعة، وإن المياه هتبقى كويسة، مفيش مياه هتنجرف وتشيل الحاجات اللي قدامها. تمام.
وأمكن استغلال معظم مياه الأمطار في موسم سقوطها، بقوا بيستغلوها كويس جدا، وبعد انتهاء الموسم يمكن استخدام المياه المخزنة خلف السد، لذلك اتسعت في اليمن المساحات الزراعية وزادت المحاصيل. تمام، اتسعت في اليمن المساحات الزراعية وزادت المحاصيل. زادت تجارة اليمن وكسرت القوافل التي تحمل الحبوب الغذائية إلى الدول الأخرى، ما هي الزراعة زادت بقى، فكل حاجة زادت. ونتيجة لهذا السد العظيم الذي بناه الملك سبأ، كسرت وتعددت الأشجار المثمرة وكانت تزرع على سفوح الجبال وتكسر عدد السكان دون أن تتعرض دورهم للخطر، الدوار بتاعتهم أو البيوت بتاعتهم ما تعرضتش للخطر. وزاد إنتاج الفواكه، وحتى أن المرأة كانت تحمل على رأسها سلة فارغة وتسير بين الأشجار، فتتساقط الثمار على السلة حتى تمتلئ بالفواكه من كتر ما الخير كان كتير. مات الملك العظيم سبأ. تمام، وجاء بعده ملوك آخرون اهتموا بالسد العظيم، وبعض هؤلاء الملوك زادوا ارتفاع هذا السد وحافظوا على صيانته. ثم جاء ملوك آخرون، هؤلاء الملوك نسوا فضل الله عليهم وأهملوا عبادة الله، وكان يفرضون على شعبهم عبادتهم والسجود لهم، إنهم يعبدوا الملك ويسجدوا ليه. لم يهتم هؤلاء الملوك بصيانة السد وأهملوا، حتى كان ذات يوم تهدم السد الذي بناه الملك سبأ، لأنهم أهملوا بقى وعصوا ربنا سبحانه وتعالى، تساقطت أحجاره وكان خلف السد مياه كبيرة، مياه كثيرة جدا. تمام، كونت المياه سيلا سريعا قويا، كونت المياه سيل سريع قوي، يعني مياه جديدة جدا مندفعة، عرف بسيل العرم. اكتسح السيل أمامه الدوار، البيوت والأشجار والمزروعات والأحجار. حدث في اليمن خراب عظيم ودمار، وفقد الناس بيوتهم وأموالهم، ونتيجة لهذا هرب كثير من أهل اليمن وهاجروا إلى مناطق أخرى، إلى الشام وإلى الحجاز وإلى الشرق، وكان هذا بسبب كفرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى. دي قصة سيل العرم. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.